تعالى يا سيدي نروح للسياسة ونشوف السياسة فيها ايه. أستاذ العلوم السياسية حسن نفعة قال لك السيسي والدولة العميقة سرقوا ثورة لمؤاخذة 30 يونيو، ده إذا كانت ثورة. أصل حسن نفعة ممكن يكون من الناس الغلابة اللي اتضحك عليهم وقالوا لهم إنها ثورة، وهي كانت تحت يعني تمهيد للانقلاب. شوف معايا حسن نفعة بعد 11 سنة فاقوا بيقول إيه دلوقتي. أنا لا أستطيع أن أقول أن هناك حياة سياسية قائمة في مصر حاليا، يعني هناك رجل واحد يسيطر على مقاليد السلطة بالكامل، هناك إعلام لا يتيح الفرصة للرأي الآخر أن يعبر عن نفسه، هناك دولة محكومة بالأجهزة الأمنية، الذين يتولون المناصب التنفيذية على جميع المستويات هم من اختيار رجال الأمن، بل أقول أكثر من هذا أن السلطة التشريعية هي يعني أفراد منتقون من جانب أجهزة الأمن، ولذلك يعني لا توجد حياة سياسية حقيقية في مصر، لكن توجد تجربة مختلفة تماما عن التجربة التي أرساها عبد الناصر ثم السادات ثم مبارك. نحن في مرحلة مختلفة تماما، لم يحدث أن حكمت مصر بمثل هذه القبضة الحديدية مثل ما تحكم الآن. أقول إيه بس يا دكتور؟ الآن؟ الآن بعد ما خربت مالطا؟ دلوقتي يا دكتور حسن الحمد لله على السلامة، وأنت دكتور في الاقتصاد والعلوم السياسية، أنت دكتور سياسة أصلا، بعد 11 كنت محتاج 11 سنة عشان تعرف ان ده انقلاب عسكري وحكم فرد واحد وحكم فاسد، كنت محتاج 11 سنة علشان تفوق يا دكتور حسن وتعرف ان دول شوية خونة ومجرمين جايين علشان يوئدوا البلد دي ويوئدوا كل حاجة فيها. اسمعك تعليق دكتور سياسة زيك محمد المختار الشنقيطي بيقول لك ايه، بيقول لك اللي بيحصل لك يا دكتور حسن بمنتهى الوضوح الظلم الذي يعانيه دكتور حسن نفعة وهو على عتبة الثمانين يختصر الحصاد المر للنخب العلمانية التي سوغت الانقلاب على إرادة الشعب نكاية في الإسلاميين، ثم اكتشفت أنانيتها وقصر نظرها. حزين على حال المثقف الكبير حسن نفعة ومشفق على أمة يتخلى مثقفوها عنها وعن ضمائرهم في ساعة العسرة. طيب جمال سلطان بيعلق هو كمان، نسمع ونشوف مع بعض كلام جمال سلطان بيقول ايه. بيقول التعليقات على المنشور المتعلق بشكوى دكتور حسن نفعة توضح لك بجلاء ان هذا الجيل من الاسلاميين ليس مؤهلا لانقاذ نفسه ولا وطنه ولا حتى قادته ورموزه المسجونين. هذا جيل يستمتع بالشماتة ويغرق في نشوتها فيغيب عنه العقل السياسي في أبسط معانيه، فيضيع منه الطريق ويطول سواد ليلهم. المشوار سيطول يا إخواني، سيطول كثيرا مع الأسف. وهنا لازم نقف ونقول يا جماعة مصر مش محتاجة شماتة، والله مصر ما محتاجة شماتة. أخطأ دكتور حسن نفعة، أخطأ جمال عيد، أخطأ من أخطأ، أخطأ محمد مرسي، أخطأ الإخوان، أخطأ السلفيين، أخطأ من أخطأ، ولكن البلد دلوقتي مش هنقعد نعاير بعض، مش هنقعد نقضيها معايرة. أنت أخطأت أكتر وأنا أخطأت أقل. لا أنت أخطأت، لا يا فندم يا فندم أنت أكتر. الموضوع مش محتاج أي نوع من أنواع الشماتة، الموضوع محتاج كلمة واحدة وموقف واحد لراجل واحد يقف قدام نظام فاسد يرجع حق الشعب. بكرة بقى في 12/7 في 12/8 في أي مكان، إنما نقضيها شماتة في بعض. آه ممكن أقول له دلوقتي يا دكتور حسن إنما مش أيوة ومش هديله وأحسن. طب وبعدين أنت هتفضل ناقم على الناس كلها؟ كنت إسلامي، كنت 6 أبريل، كنت علماني، كنت إخواني، كل من تكون، ولكن البلد محتاجة الكل. وإذا الكل ما عندوش القدرة إنه يتحد هيفضل العسكري البليد راكب البلد دي وسايقها زي ما هو عايز، او زي ما كوهين عايز، او محمد بن زايد. طيب كلام دكتور مراد علي، علق على الموقف بتاع الدكتور حسن نفعة وقال ما قاله الاستاذ الدكتور حسن نفعة يثير الغضب والاشمئزاز مما وصل اليه الحال في مصر. دكتور حسن نفعة مع اختلافنا الشديد مع موقفه في 30 يونيو يظل قامة علمية وفكرية في العالم العربي يجب احترامه وتقديره. أضف إلى ذلك أن المروءة تقتضي احترام سنه وتاريخه، فهل فقد متخذ القرار في مصر أدنى درجات الأخلاق؟ أيوة فقدها طبعا. بهي الدين حسين بيعلق هو كمان على
الموقف الحاصل وعلى الكلمات اللي تفضل بها الدكتور حسن نفعة، وقال أهمية شهادة الدكتور حسن نفعة أنه تكلم. واحد، هناك شخصيات لا تقل وزنا تتعرض لممارسات لا تقل حقارة، لكنها لأسباب مفهومة لا تفصح عنها. هناك شخصيات أقل وزنا بكثير لكنها مؤثرة في محيطها، تتعرض لإهانات أقل مثل مخاطبتهم بنعومة كأحذية بالتوازي مع درجة من التلميع تؤهلهم لاكتساب التعساء آخرين. بهي الدين حسن علق، ويحيى الأزاز له تعليق. دكتور يحيى الأزاز كتب وقال أهان الدكتور حسن نفعة مأساة وطن، هو أكاديمي ورمز وطني ذهب لتجديد رخصة سيارته، قالوا له أنت محظور من استخراج رخصة، ذهب للنائب العام فلم يعرف السبب. من الذي يتحكم في مفاصل الدولة ويصفي حساباته مع المواطنين ويجعلهم رهائن في قبضته؟ أفعال تؤدي إلى زعزعة الأمن وعدم استقرار الدولة يفجرونها. الدكتور طارق الزمر، دكتور طارق الزمر ليه تعليق على ما تعرض ليه دكتور حسن نفعة، وقال ما تتعرض له قامة أكاديمية ووطنية بوزن الدكتور حسن نفعة من انتهاكات لا تقل عن الانتهاكات التي يتعرض لها شرفاء مصر ورموزها في المعتقلات، كما يؤكد أن البلاد دخلت في سراديب ومغارات الديكتاتورية التي لا قرار لها. وبطبيعة الحال فالديكتاتورية لا تراعي حرمة لأحد، لأنها من قبل لم تراعي حرمة للشعب أو كرامة للوطن. صلاح الدين حسين مذيع ذات مصر اللي أجرى الحوار مع الدكتور حسن نفع علق وكتب، قال وصلت للمكتب، السلام عليكم، اعملي لي قهوة يا هبة بعد إذنك. فتحت اللابتوب بحط الباسورد، انتر الباسورد، غلط. تاني في تالت برضو غلط. بحلقت بعيني، ايه ده، ايه اليوزر نيم ده، يوزر جديد من غير اليوزر والباسورد. استدعيت حد من الزملاء صحفي بنعتبره الجينيوس بتاعنا، الجينيوس قال حد غير اليوزر والباسورد، وغالبا ده حد من بره. انا طيب وماله، نعمل واحد جديد. دخل الزميل يعمل واحد جديد، معرفش الجهاز بيسأله اسئلة غريبة لازم نجاوب عليها زي اسم كلبك، ناقص يقول لي اسم امك. حاولنا نحط اجابات عشوائية فشلنا. الزميل الجينيوس قال مفيش حل غير انك تفرمط الهارد. انا طب والحاجات اللي عليه؟ الزميل قال له استعوض ربنا. انا تمام، الرساله وصلت، انت تحت السيطره. الرساله من مين؟ الرساله يا سيد الفاضل وصلت من اجهزه الامن واجهزه المخابرات القويه جدا اللي قادره تتحكم فينا، بس للاسف مش قادره تعرف ان شهادات محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم هي شهادات مزوره. ايه رايك؟ ايه رايك؟ من قبل ما تقول مفيش فايدة، الرجل الكبارة ده، الفلاح بتاع كفر الشيخ، الفلاح الذي أبهرته أضواء المدينة سعد باشا زغلول، قال لك مفيش فايدة. مفيش فايدة ليه؟ مفيش فايدة لأن تجيبها كده هي كده خونة وعولة، مسكين البلد هيعملوا فيها إيه يعني؟ هيعملوا إيه في غير كده؟